بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة ثالثة في مادة الجيولوجيا الطبيعية والفيزيكال جيولوجي، هنتكلموا فيها على classification of structure geology أو تقسيم التراكيب الجيولوجية. تقسم التراكيب الجيولوجية إلى تراكيب جيولوجية أولية وتراكيب جيولوجية ثانوية. التراكيب الجيولوجية الأولية اللي هي primary structure geology، وهي تلك التراكيب التي تحدث متزامنة مع عمليات الترسيب، يعني نقدر نقول عليها ان هي during the deposition، بمعنى عمليات الترسيب. عندي التراكيب الجيولوجية الثانوية، وتلك التراكيب الجيولوجية التي تحدث بعد انتهاء زمن الترسيب after the deposition. تقسم التراكيب الجيولوجية او structure geology الى the primary و secondary. The primary geology تقسم الى the cross bedding، mud cracks والربل مارك، بينما تقسم التراكيب الثانوية إلى الفولت والفولت والانكونفورمتي، يعني الطيات والصدوع وأسطر عدم التوافق. هنتكلم على التراكيب الجيولوجية الأولية، هي التراكيب الجيولوجية التي تتكون أثناء عمليات الترسيب، أي أنها تتكون نتيجة أسباب غير تكتونية نون تكتونيك، من أمثلتها التطبق المتقاطع، الكروس بيدنج، المادر كراكس والربل مارك. أول حاجة نتكلم عليها هي الكروس بيدنج أو تطبق المتقاطع. في بعض الحالات قد تبدو الطبقات مائلة بالنسبة لمستوى التطبق، ومن المعلوم أن التطبق دائما وأبدا هو في حالة أفقية. عندما تتواجد طبقات على هذا الشكل أو شكل رقائق فتسمى بالتطبق الكاذب أو التطبق المتقطع، لأنها تنتج بفعل العوامل الطبيعية. رقم 2 الجرادد بيدنج، وهو تدرج الحبيبي. التدرج الحبيبي هو الاختلاف في حجم الحبيبات في نفس التكوين الصخري. معروف ان الحبيبات ثلاث احجام، حبيبات ناعمه وحبيبات متوسطه وحبيبات خشنه، بمعنى فاين جرين وميديوم جرين وكورس جرين. هذا التدرج في نفس المستوى الصخري يدل على عمليه تطلق عليها الجرادد بيدنج او تدرج الحبيبي، وهي خاصية تمثل الترسيب السريع من الماء، يحتوي على قطع فتاتية من الصخور مختلفة الأحجام بفعل التيارات المائية. نقطة رقم 3 الريبل مارك أو علامات النيم. يوجد التركيب على شكل تموجات صغيرة على أسطح التطبق، وينشأ بفعل الرياح أو التيارات الشاطئية. رقم 4 تشققات الدين، هو المد كراكس، هي عندما تجف الرواسب تتشقق بطريقة يظهر معها سطح الطبقة الطينية على شكل خلية النحل، وعندما تمتلئ هذه الشقوق برواسب جديدة غير الطين نتيجة لترسيب الطبقات جديدة فوقها فإنها تحافظ على الشكل. نتوقع نتكلم عن التركيب الجيولوجية الثانوية أو Secondary Geological Structure، وهي التركيب الجيولوجية التي تتكون بعد إتمام عمليات الترسيب، أي أنها تتكون نتيجة لأسباب تكتونية تكتونيك كيسز، وأمثلتها الفولد أو اللي هي الطيات والفراكشر والجوينت والشقوق والعروق والفوالق، والتراكيب اللي هو الملحية السالت ستراكشر، والتراكيب النارية الأجنية ستراكشر. وهي التراكيب الثانوية التي يهتم بدراسة علم الجيولوجيا التركيبية بفرعه المتمثل بالتحليل التركيبي. أول نقطة هنتكلموا فيها هنتكلموا على الطيات أو الفولد. تعرف الطية على أن التركيب الذي ينشأ عندما ينحني أو يتقوى السطح الطبق الذي كان في الأصل مستوي نتيجة تأثير القوة عليه، والطيات كثيرة الانتشار في صخور القشرة الأرضية. الخصائص الجيولوجية للطيات، رقم 1 الطيات تشغل مساحات تتراوح بين عدة أمتار وعشرات الكيلومترات في المنطقة الواحدة. الطية الواحدة قليلة ما تتواجد منفردة في الطبيعة، ومعظمها يتعقد شكلها بكسور وتشققات. 3 الطيات نادرة ما تتواجد في النظم، يعني نان سيستماتيك، يعني غالبا الطية لا تتواجد في النظم، يعني ما نلقاش طية. الطية مثلا لو نحكي على جبل ووادي، مثلا ما نلقاش جبل جبل وبعدها وادي وادي، ممكن نلقى جبل بعد وادي بعد مثلا ارتفاع بعد هضبة، ما نلقاش الطيات يعني في نظم. نظم معناها نان سيستماتيك، نظم معناها انا لو نجي كيف اللي قاعد نرسم في رسمة على الكتاب، يعني مثلا نرسم في انحدار نحو الأعلى، بعد انحدار نحو الأعلى، بعد انحدار نحو الأعلى، بمعنى شكل جبل وجبل وجبل، وبعدها ممكن نلقى وادي وادي وادي، جبل جبل جبل، وادي وادي وادي، ما نلقاش الشكل هذا في الطبيعة. ممكن نلقى وادي
بعد جبل، بعد ممكن نلقى هضبة، بعد نلقى ارتفاع، لين تبدأ الأرض في حالة الاستواء. فلذلك يقولون أن الطيات نان سيستماتيك أو لا تتواجد في هيئة نظم وأشكال ثابتة، لأنها تعاني من تكرار عمليات الطي. فأنت تكلم على structure element of the fault أو العناصر التركيبية للطية. العناصر التركيبية للطية رقم واحد الأكسلي بلين أو المستوى المحوري، وهو المستوى الذي يقسم الطية إلى نصفين متماثلين تماما من جميع الوجوه. رقم اثنين اللامب أو جناحا الطية، هما كتلتي الصخور المتواجدة على جانبي المستوى المحوري للطية. الواجهتين هما جزئي الطية الأمامي والخلفي عند النظر إليهما في اتجاه العمودي. يعني أنا باش نقدر نقول الواجهتين ضروري أنا نكون في مستوى أعلى من مستوى الطية، يعني نقول عليه عين الصقر. يعني ضروري أنا لو مثلا نبي نقسم الجبل إلى واجهتين نكون أنا مصبي أعلى من الجبل، يعني من طيارة من فوق أو مستوى عالي، باش نقدر نشوف الجبل أنا مثلا في شكل ثلاثي الأبعاد، باش نقدر نقسم إلى جزء أمامي وجزء خلفي مسمى بالواجهتين. رقم أربعة الفولد أكسس أو محور الطية، هو الخط الوهمي الناتج من تقاطع المستوى محور الطية مع أي سطح من أسطح طبقاته. تقسيم الطيات، يتم تصنيف الطيات وتقسيمه إلى طية محدبة وطية مقعرة أو يسمى فيها أنتيكلاين فولد وسينيكلاين فولد بناء على الأسس التالية. على أساس ما تتخذ العناصر التركيبية من أوضاع معينة في الطبيعة، على أساس المظهر الذي تنكشف عليه الطيات في الحقل، على أساس نوعية وطبيعة القوة التكتونية اللي أثرت على الصخور أثناء عمليات الطي. سينكلاين فولد أو الطية المقارة هي طية ذات تقوس منتج نحو الأسفل. الطية المحدبة أو الأنتيكلاين فولد وهي طية تقوس منتج نحو الأعلى. وضع شكل يوضح العناصر التركيبية الطية، الأكسل بلين، اللام جناحها الطية. هنا مثلا عبارة عن عملية توضيحية للطية المحدبة والطية المقعرة، أنتي كلاين فولد والسيني كلاين فولد. واحدة يكون التحدث فيها نحو الأعلى وممثلة في الطية المحدبة، واحدة التحدث فيها نحو الأسفل يسمى السيني كلاين فولد أو الطية المقعرة. رقم اثنين في التركيب الجيولوجية هي الانكونفورمتي أو أصل عدم التوافق، وهي عبارة عن سطح متعرج نسبيا واللي يمثل مجموعتين من الطبقات السفلى منها مطوية والعليا أفقية، منها الأنجولار أنكونفورمتي هو على عدم التوافق عن طريق الزاوية. هنا الاختلاف هنا عبارة عن، يعني نقدر نقول أن السطح اللي يفصل بين الطبقات بين طبقة مائلة وطبقة مائلة أخرى، ولكن اختلاف هنا في زوايا الميل، ممكن واحدة بزاوية 40 وواحدة بزاوية 45. فالسطح اللي يفصل بين الـ40 والـ45 يسموه فيه سطح عدم توافق عن طريق الزاوية. هنا الاختلاف في زوايا الميل، يعني السطح يفصل بين طبقات مائلة وأخرى مائلة، ولكن الاختلاف في زوايا الميل. النوع الثاني من أصل عدم التوافق، عدم التوافق الانقطاع أو الديسكونفورمتي، يكون على شكل سطح متعرج بين طبقاته متوازية أو مائلة أو أفقية. النان كونفورمتي أو أصل عدم التوافق، يتكون هذا النوع من عدم التوافق عندما يتم ترسيب مجموعة من الطبقات الرسوبية فوق صخور نارية أو صخور متحولة. هنا ضروري أن ننوه إلى حاجة، في اللان كونفورمتي يعني أنا عندي سطح يفصل بين مجموعة من الصخور يختلف في النوع، تمام، يعني هنا صخور نارية وصخور رسوبية وصخور متحولة، ولكن ضروري من التأكيد على كلمة الترسيب. ما فيش صخر يترسب إلا الصخر الرسوبي فقط، الصخر الوحيد اللي يتم ترسيبه هو الصخر الرسوبي فقط. يعني هنا يقول أن هذا النوع من عدم التوافق يتكون عندما يتم ترسيب مجموعة من الطبقات الرسوبية فوق صخور نارية أو صخور متحولة. ما ينفعش إنك تقول ترسيب مجموعة من الصخور النارية، لأن الصخور النارية لا تترسب، الصخور النارية تتبلور. وما ينفعش نقول صخور متحولة، ليش؟ لأن الصخور المتحولة هي تتحول إما من صخر ناري وإما من صخر رسوبي، فلازم إنك تنوه إلى عملية الترسيب لا تحدث إلا للصخور الرسوبية. النوع الثالث اللي هو الباراكونفورمتي أو شبه التوافق، يتكون هذا النوع من عدم التوافق عندما يتم ترسيب مجموعتين من الطبقات الرسوبيه لهما نفس الميل ولكن يفصلهما سطح تعري غير واضح. يعني بدايه التحول او النقل من نوع من، يعني انا عندي مثلا نوعين من الصخور الرسوبيه، مثلا ساند ستون ولايم ستون، صخور رمليه وصخور رسوبيه. هنا امتى بدا عمليه التحول من صخر الجيري الى الصخر الرملي؟ مش واضحه، فهنا يطلق عليه بشبه التوافق لان هم اثنين من نفس النوع، هم اثنين صخور رسوبيه
ولكن سطح التعري يعني بدء مرحلة الانتقال من صخر رسوبي رملي إلى صخر رسوبي جيري غير واضح، فنقول أن سطح التعري غير واضح وذلك يطلق عليه شبه الطوافة. النوع الثالث من التراكيب الجيولوجية الثانوية وهي الصدوع الفولت، وهو كسر في صخور القشرة الأرضية يعقبه حركة لإحدى الكتل المكسورة بالنسبة للأخرى. هنا ضروري من التنويه إلى أن احنا قلنا من قبل التجوية هي أي كسر يحدث في صخور القشرة الأرضية والتغير يكون في الشكل وفي الحجم وفي التركيب الكيميائي، تمام؟ لكن الصدوع هو أي كسر في صخور القشرة الأرضية. الاختلاف بين الصدع والتجوية إن في حركة هنا. الصدع هو كسر في صخور القشرة الأرضية تعقبه حركة لإحدى الكتل بالنسبة للأخرى، يعني ضروري يكون في حركة للكتل، إما جزء للأعلى وإما جزء إلى الأسفل. فهنا عندي أول حاجة النورمال فولت أو الصدع العادي. ينشأ الصدع العادي بتأثير قوة الضغط، يعني عن طريق عملية البريشر، ويكون فيه ميل صدع في عكس اتجاه الرمي، أو نقدر نقول إن الحائط العلوي أو الهانجنج وول يتحرك للأسفل بالنسبة لمستوى سطح الصدع. هنا الرسمة توضيحية. هذا الهانجنج وول بلوك، الهانجنج وول بلوك أو الجزء المعلق، هنا يتحرك نحو الأسفل فيطلق على الصدع بأن النورمال فولت صدع عادي. كلمة الفوت وول بلوك هذا الجزء السفلي، الجزء السفلي السهم بتاعه للأعلى. هنا الهانجنج وول هو الحائط العلوي، الحائط العلوي الهانجنج وول لما يكون إلى الأسفل فيطلق عليه بالنورمال فولت. الصدع المعكوس رقم 2 أو ريفيرس فولت، وفيه يتحرك الحائط العلوي لأعلى بالنسبة لمستوى سطح الصدع، هنا الريفيرس فولت أو الصدع المعكوس. الفيرتيكال فولت أو الصدع الرأسي يكون فيه مستوى الصدع الرأسي، أي أن زاوية ميل الصدع تصبح 90 درجة، وبالتالي لا توجد إزاحة يتعرض الصخور إلى حركات تصدع، وتزحزح بعض أجزاء رأسي على طول سطح الصدع. يمكن بوضوح تمييز العناصر الآتية: سطح الصدع هو عبارة عن السطح التي تحركت عليه الطبقات. ميل الصدع الديب اوف فولت هو عبارة عن مقدار الزاوية المحصورة بين ميل سطح الصدع ومستواه الأفقي. الأب ثرو سايد أو نطلق عليه الهانجنج وول يطلق على الجانب الذي ارتفع إلى أعلى على طول سطح الصدع بالجانب المرفوع. الداون ثرو سايد الجانب الهابط يطلق على الجانب الذي تعرض إلى الهبوط نحو الأسفل بأنه الجانب الهابط، وأحيانا يطلق عليه الفوت وول الحائط السفلي. الثرو اوف فولت مرمى الصدع يقصد به مقدار الانتقال الرأسي لأي طبقة صدعية على جانبي الصدع. اللتر شيفت اور هيفز الزحزحة الجانبية، ويقصد بها مقدار الحركة الأفقية للطبقات على طول مضرب الطبقات. سلب وهي الزحزحة الكلية أو الحركة الكلية، ويشير إلى المسافة الكلية التي تتحركها أي طبق على سطح الصدع. الرسمة هذه هي عبارة عن رسمة توضيحية. لو بدينا من كلمة سترايك وهي المضرب، الهانجنج وول بلوك والمقصود به هي عبارة عن الحائط العلوي، سترايك هذا المضرب، الهانجنج وول هو الحائط العلوي، هنا الدب الميل، النورمال فولت هذا الصدع العادي. الصدع العادي لو أنا تبعت الرسمة هنا هنلقى الهانجنج وول، الهانجنج وول هنا قاعد السهم بتاعي يشير إلى الأسفل، لأن الهانجنج وول أو الحائط العلوي يشير إلى الأسفل فنقدر نقول أن الصدع هذا نورمال فولت صدع عادي. هنا لو تبعت السهم الأحمر وقاعد مرتفع إلى الأعلى وقاعد مكتوب عليه الفوت وول أو الحائط السفلي متجه نحو الأعلى، فهذا يطلق عليه بالنورمال فولت. هذا الدب اللي هو الميل، هنا الريفيرس فولتنج، الريفيرس فولتنج هو الصدع المعكوس. الصدع المعكوس هنا السهم اللي قاعد مرتفع فوق مكتوب عليه الهانجنج وول بلوك، يعني الحائط العلوي، الحائط العلوي هذا الهانجنج وول. هنا الريفيرس فولت، الهانجنج وول الى الاعلى والفوت وول الى الاسفل او الجانب الهابط نحو الاسفل فيطلق عليه بالصدع المعكوس، وهنا الدب اللي هو زاوية الميل. فهذه رسمة توضيحية تقدر تفرق بيناتها بين النورمال فولت والريفيرس فولت. هنا للتوضيح أكثر عندي هذا الفوت وول بلوك وهو الحائط السفلي، الحائط السفلي هنا السهم بتاعه نحو الأعلى، عندما يكون الحائط السفلي نحو الأعلى والحائط العلوي نحو الأسفل فإنه نطلق عليه بالنورمال فولتنج أو الصدع العادي. هنا الريفيرس فولتنج اللي هو النوع الثاني من الصدوع أو الصدع المعكوس، هنا الهانجنج وول هذا الهانجنج وول هو قاعد أحرك عليه، الهانجنج وول السهم بتاعه نحو الأعلى فمعناه هذا صدع معكوس،
وهنا الريفيرس فولت نحو الأسفل، فمعناها الفوت وول نحو الأسفل اللي هو الجانب الهابط نحو الأسفل، فيطلق عليه بالصدى المعكوس